انا احب هاي الغرفه، انا بديت من جوا. خطة مال اوادم زين، وجبت لي واحد وياي راح يشترك لنا بالخطة تخبر. اوقف وين لك تعال عاد على الترحل. تركت الغناء واتجهت الى كتابة الاغنية واكتبت موسوعتي الجديدة واللي سميتها فوق الجسر. وبهذا المشهد هذا كان يأكل بين 30 كيلو. ما يعرف يطوف هينور. كانت من أشيل ظهري وجعني. 3 ساعات على المسرح. أدبي. هاي 5 ساعات. أدبي عليك علو. طبعاً كلها مجاناً نعرفها. مسرح عسكري جنود أحمر. من أخلص مريد نطلع يقول أبو الكاتب ساي جاسم عليك الكتشاية. نبغانا تعمل جبل توعي. تاكوت عفية ما شاء الله نظرة تخبر بعد سنين. هاي شنو هاي؟ بسيطة. شنو هاي؟ هاي أم البواري. هاي من مسلسل من تأليفي. من تأليفك؟ إيه. أنا كل أعمالي من تأليفي. كلها يعني. حتى لو مسرحية مثلاً بيت الخمس بيبان من تأليف فاروق محمد. بس أنا ضفته صار هو مسرحية. هي هاي يمنى أنا وعنجر راح نقعد بالزورة ساعتين نتمرن نسوي المشاهد ونجيب نشوف المحسن العلي. هو يعطينا رأيه لأنه هو أستاذ بالضبط. أستاذ الكبير كان محسن العلي معلمنا الأول.